عليكم، شلونكم شباب طلاب المرحلة الأولى؟ طبعا اليوم حناخذ ليكتشر 5 محاضرات دكتور رياض حنيوة، يحكي لنا عن الترانسبورت، يعني دخول السبستانس المواد إلى الخلية الانترا سيلولر وخروجها من الخلية الاكسترا سيلولر. زين، عندنا هنا بالبداية يحكي لي يقول لك the permeability of substance across cell membrane is dependent their solubility in lipid and not on their molecular size. يعني هنا ايش يقول لي؟ يقول لك ان المواد السبستانس اللي تفوت للخليه او يعني تمر من خلال الخليه سواء دخول او خروج، دخول او خروج هي يعتمد على قابليه ذوبانها او ذوبانيتها عفوا بالدهون، يا دهون دهون اللي موجوده بالسيل بالسيل مامبرين. غشاء الخليه من اخذنا قلنا موجود بيه ليبت، الليبت شنو نوعها؟ فوسفيت ليبت او فوسفوليبت، تمام؟ بي فوسفوليبت. فالمادة من تدخل لازم يعني تدخل حسب اعتمادا على ذوبانيتها بهاي الدهون اللي موجودة بالسيل مامبرين. لكن شنو، لكن ما تعتمد على السايز، يعني انا ما له علاقة المادة كبيرة او صغيرة، اجي اشوف هالذوب هالدهون قابلية ذوبانيتها. زين، ووتر سوليوبل كومباوند جنرالي امبيرمبل اند ريكواير كارير. شوف الماء اذا راد يدخل للخلية ويطلع من عندها يحتاج يعني يحتاج فت كارير، فت شي حمله، تمام، على مود ينقله سواء يدخل الخليه او يطلعه من الخليه. لان تعرفون احنا جدار الخليه موجود بيه ليبيد والماء يعني ما يرهم ويا الدهون، زين، فيريد يعني فت شي يحمل الماء ويفوته لجوه، يعني يقدر يعبر من خلال الدهون. زين، انواع النقل عندنا شنو؟ عندنا ديفيوجن، عندنا اوزموسيس، وعندنا فاسيلتيت ديفيوجن، وعندنا اكتيف ترانسبورت. كل واحد بيه خواص. اول شيء عندنا الديفيوجن. الديفيوجن يكون من منطقه التركيز العالي الى منطقه التركيز الواطي، من الهاي تو لو كونستريشن. زين، ما يحتاج اي انرجي لانه هو ينتقل منطقه تركيز عالي الى منطقه تركيز واطي، فما يحتاج طاقه. يعني هسه تتخيل نفسك انه تنزل من درج، تشوف نفسك هيك تنزل باريحيه، بينما اذا صعدت لا تتعب شويه لان تحتاج طاقه، انت جاي تصعد منطقه ناصيه من لو الى هاي. زين، هذا الديفيوجن ما يحتاج انرجي. المواد اللي تنتقل من خلال يعني هذا النقل الديفيوجن هذا النوع تكون السبستانس مالتها تكون سمول مولكيولز. زين، مثال عليها الكربون دايوكسيد وعندنا الاكسجين. الاوزموسيس، اوزموسيس هم نفس الشيء من مناطق التركيز العالي من الهاي تو لو كونستريشن. بعد شنو عندنا؟ does not need energy، ما يحتاج لاي طاقه. موف سمول مولكيولز يعني الجزيئات يعني تكون عفوا السبستانس تكون صغيره، تمام، سمول مولكيولز. مثال عليهم في الووتر، وهذا يحتاج ترانسبورت وبروتين، يحتاج بروتين ناقل، لان قلنا احنا الووتر ما يقدر يمر، يحتاج ريكوار كارير، يحتاج في شيء حمله. الفاسيلتيت ديفيوجن اهميا من مناطق التركيز العالي تو لو كونستريشن، مناطق التركيز الواطي. does not need energy يعني ما يحتاج اي انرجي، لكن شنو، لكن مولكيولز هنا سبستانس تكون لارج مولكيولز. ومثال عليها الجلوكوز، ويحتاج شنو؟ يحتاج شانل بروتين شانل، تمام، يحتاج قنوات بروتينية تنفتح. زين، عندنا الاكتف ترانسبورت. الاكتف ترانسبورت ريكواير انرجي، يحتاج انرجي، تمام، والحركة يعني المولكيولز مالتها هم تكون لارج، يعني السبستانس تكون لارج مولكيولز. مثال عليها الصوديوم والبوتاسيوم، يحتاج في البروتين، تمام، ناقل، والانتقال مالته يكون من اللاو تو هاي كونستريشن، تمام، يعني من مناطق تركيز واطي الى مناطق تركيز عالي، لذلك شنو، لذلك يحتاج طاقه ريكوير انرجي. هسه احنا شنو راح نجي ناخذ النوع الاخير وبعدين نجي انواع اللي بالبدايه. زين، هذا الاكتيف ترانسبورت. اول شيء قلنا عليه ريكوير انرجي، يحتاج الى طاقه، هاي نعرفها. الخليه احنا نعرف الخليه بها ميتوكوندريا، والميتوكوندريا بيوت الطاقه، معناتها داخل السيل اكو اي تي بي، اكو انرجي. هاي الاي تي بي 40 من عتها 40% من عتها ينصرف على مود شنو؟ على مود الاكتيف ترانسبورت. يعني الاكتيف ترانسبورت اللي يصير داخل الخليه منين يصرف طاقه؟ يصرف من طاقه الخليه، يصرف 40% من عتها. زين، يكون دائما باتجاه واحد، يوني دايركشن، تمام. زين، يعني مو خروج ودخول، لا، يعني النقل يكون باتجاه واحد، يعني مثل الماده اما تدخل يا اما تطلع، ما يصير تدخل وتطلع بنفس الوقت وهيك شيء. زين، it's required stabilized integral protein called transporters. يحتاج شنو؟ يحتاج بروتين ناقل، شنو نسميه؟ نسميه ترانسبورترز. زين، the transport system saturated at high concentration of solute. زين، هاي احنا نعرفها.
بعد وقلنا عليه انه هم من مناطق التركيز الواطي من اللو تو هاي كونستريشن. زين ذا ترانسبورترز اسس بيتبول تو انهبيشن باي سبيسيفيك اورجانيك اور اورجانيك كمباوند. شباب احنا هذا البروتين الناقل يحتاج لفد شيء يعني يقلل عمله، لانه اذا بقى يشتغل بدون ماكو شيء يسيطر عليه راح يبقى هواي يفوت هواي مواد، تمام؟ وبالتالي الخليه راح يصير بها راح تكون اب نورمال. لذلك انا احتاج انهبيشن، احتاج شيء يوقف عمله يعني ما يخليه يشتغل باستمرار، انا اخليه يشتغل يعني لقيت حاجتي، تمام؟ منو هذا اللي راح يوقف العمل مالتي ترانسبورتر بروتين ترانسبورتر؟ هو الاورجانيك كومباوند او الاورجانيك كومباوند، اكو مواد عضويه وغير عضويه تعمل على هذا البروتين ترانسبورترز وتسوي له انهبيشن على مود ما يطلع عن حده. زين عندنا شنو؟ عندنا مثال هسه على اكتف ترانسبورت، عندنا صوديوم بامب. باعوا شباب كلمه بامب معناتها مضخه، من تجيك كلمه بامب معناتها لازم تحتاج انرجي، الشيء هذا يحتاج طاقه لانه هو مضخه موتور دا يقول لك. فالصوديوم بامب ريكواير انرجي، هاي اول شغله لازم نعرفها. ثانيا الشغله الثانيه بيست اكزامبل فور اكتف ترانسبورت، يعني افضل مثال للاكتف ترانسبورت هو شنو؟ هو مضخه الصوديوم، صوديوم بامب، يعني هذا ممكن يجيب لك اياها ام سي كيو ومهمه كلش. من البيست اكزامبل فور اكتف ترانسبورت تقول له صوديوم بامب. زين راح يجي شنو مثلا؟ يقول لك هنا على تركيز الصوديوم يكون بالانترا سيلولار يعني داخل الخليه يكون لا ومنخفض. زين بينما تركيز البوتاسيوم يكون شنو؟ يكون داخل الخليه فري هاي كلش عالي. يعني هاي عندنا مثلا خليه يكون الصوديوم هنا قليل، تمام؟ يكون الصوديوم قليل بينما شنو؟ بينما البوتاسيوم هوايه. زين هم ممكن تجيك ام سي كيو. This is maintained by sodium potassium activate ATPase. يعني هنا وجود البوتاسيوم كميات هواي داخل الخليه والصوديوم بشكل قليل هذا على مود نحافظ على البالانس التوازن بين البوتاسيوم والصوديوم ونحافظ على الاكتيفيتي. زين بعد the ATPase and the integral protein of the membrane it has a binding site for ATP and sodium on the inner side. شباب احنا مثلا عندنا مضخات الصوديوم قلنا تحتاج اي تي بي، اوكي؟ هذا الاي تي بي يعني اكو فد 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 بروتين، تمام؟ يعني بروتين اسمه انتجرال بروتين، هذا هو عباره عن اي تي بيز، اوكي؟ عباره عن اي تي بيز، شنو يسوي لنا؟ يجي يربط لنا الاي تي بي بالمضخه، يربط الاي تي بي لان المضخه ما تشتغل اذا ما اوصل لها كهرباء، هيجي كهرباء مالته اي تي بي، مين راح يجيب الاي تي بي؟ هاي الاي تي بي راح يجيبها بروتين انتجرال بروتين اسمه اي تي بيز، راح يجيبها من داخل الخليه يوديها وين؟ يوديها من المضخه مالت الصوديوم موجوده بالانر سايد. زين اند بوتاسيوم بيندينج سايد لوكيتد اوت سايد ذا ممبرين، وكذلك مضخه البوتاسيوم بالاوت سايد مالت الممبرين لانه مضخه الصوديوم موجوده بالانر ممبرين مالت السيال ممبرين، تمام؟ والبوتاسيوم موجود بالاوتر ممبرين. فمن يجيب لنا هذا الاي تي بي هذا المضخات يجيب لنا يافد بروتين اسمه اي تي بيز. زين هذا البروتين الاي تي بيز منين يتكون؟ يتكون من سب يونت وحدات صغيره اللي هي الفا 2 وبيتا 2. بكل بساطه الكالسيوم بام مضخه الكالسيوم اول شيء لازم نعرفها يعني ما دام قلنا مضخه معناها تحتاج كهرباء تحتاج اي تي بي. زين يعني فين انا قال لك اي تي بي ديبند كالسيوم بام اوسو فاكشن تو ريجوليت ماسلز كونتراكشن. شوفوا احنا عندنا الكالسيوم مضخه الكالسيوم هي خاصه فقط بالكالسيوم، شوفوا تحتاج طاقة بمن تفيدنا يعني هاي المضخة تفيدنا على مود تنظم لي المصل كونتراكشن تخلص العضلات. شباب العضلة من يصير فيها كونتراكشن تحتاج لازم يوصلها كالسيوم، هذا الكالسيوم موجود بفد حجر فد يعني غرف مخازن شنو اسمها؟ اسمها ساكروبلازمك ريتيكولوم، هاي تخزن الكالسيوم. وين موجود الحجر؟ موجودة يعني اراوند نلقاها داير ما داير العضلة بالسكلتل المصل بالعضلة السكلتل، تمام؟ عضلات جسمنا الإرادية تكون دائما محوطة بحجر أو موجود بداخل حجر اسمها ساكروبلازمك ريتيكولوم، داخل هذا الحجر موجود كالسيوم، هذا الكالسيوم شو وقت يطلع من الحجر؟ من يصير كونتراكشن، من أريد أقلص مثلا أنا عضلتي أريد أشيل فتشي وأنا جايب قاعة جيم أو جاي ألعب حديد فأكيد أحتاج كالسيوم، فهذا الكالسيوم راح يطلع من الساكروبلازمك ريتيكولوم يطلع من هذه الغرف ويروح وين؟ يروح مباشرة للفايبرات مال العضلة على مود يخليها تسوي كونتراكشن. زين؟ فيقول لك العضله بحاله الريستنج اذا العضله يعني مرتاحه ما جاي اسوي كونتراكشن فالكالسيوم اكيد يكون حول الفايبر ماسلز يكون لا ومنخفض. ليش؟ لانه العضله بحاله ريستنج فالكالسيوم وين؟ الكالسيوم مخزون بالساكروبلازمك ريتيكولوم. زين بينما اذا اجى ستيميليشن تحفيز
عن طريق النيرف امباس، عن طريق النبضات العصبيه، مباشره هذا الكالسيوم راح يطلع بكميات كلش كبيره من الساكروبلازم ريتيكولم ويحيط بالفايبرات مال المصل. على مود نسوي لي كونتراكشن. The function of calcium pump is to remove cytosolic calcium and maintain low cytosolic concentration. بعد عندنا وظيفه ثانيه الكالسيوم بامب، شنو؟ انه يسوي ريموف للسيتوسوليك كالسيوم اند مينتين لو سيتوسوليك كالسيوم كونستريشن، يعني تحذف السيتو كالسيوم سيتوسوليك سوري على مود تخليه لو تركيزه بشكل لو يكون زين. انا هسه مثلا عندي هاي خليه وعندي هاي كالسيوم بامب، عندي لنفترض هاي مضخه وعندي هنا اثنين كالسيوم زين، هاي كالسيوم وحده وهاي كالسيوم وحده، هذني من اطببهن اكيد احتاج اي تي بي، الاي تي بي موجوده داخل الخليه ينقلها بروتين اسمه اي تي بيز يوديها وين؟ يوديها للمضخه مال الكالسيوم هنا يربطها وياها على مود تشتغل المضخه. فاني من الاي تي بي الوحده اقدر اطبب من خلالها اثنين كالسيوم تمام؟ يعني كل اثنين كالسيوم من ادخل الخليه واطلعهن يحتاجن ايش قد؟ يحتاجن واحد اي تي بي. زين. عندي هسه اخذنا احنا مثاليا على الـ على الاكتف ترانسبورت صوديوم بامب وكالسيوم بامب، عندي بعد امثله اخرى او امور اخرى تخص الاكتف ترانسبورت. شباب عندنا مصطلح اسمه يونيبورت وعندنا مصطلح اسمه سيم بورت ومصطلح اسمه انتي بورت. شنو اليونيبورت؟ اليونيبورت انه انا عندي سنجل سوليوت ماده واحده عندي تمام، سوليوت تكون ذابه اكروز ذا ممبرين تمر من خلال الممبرين مثل الجلوكوز ترانسبورت ات موست اوف ذا سيل. كالسيوم بامب انذر اكزامبل، يعني هسه مثال على اليونيبورت مثال كالسيوم تمام، ومثال ثاني اللي هو عفوا الجلوكوز، والمثال الثاني على اليونيبورت هو الكالسيوم بوم مضخة الكالسيوم تمام. يعني هذا اليونيبورت انا عندي فد شيء هنا موجود بالاكسترا سيلولار، بالاكسترا سيلولار لنفترض انه هذا جلوكوز تمام، جلوكوز هذا اريد افوته لهنا، يحتاج شنو هو؟ يحتاج فد مضخة قلنا عليها مال الكالسيوم اي شيء تمام. فالمهم يقصد لك باليونيبورت انه يفوت باتجاه واحد، واحنا قلنا الاكتف ترانسبورت يكون باتجاه واحد زين. اكو شوفوا اكو يعني مرات اكو فد مواد عندنا سبستانس تقول اني ما ادخل الا اكو ماده تدخل وياي، اكو ماده تتحرك وياي، يعني انا هسه ما ادخل من الاكسترا ما ادخل داخل الخليه الا اكو فد ماده تطلع او يعني اما تدخل وياي يا اما تطلع، يعني انا اطب وهي تطلع يلا اجي اني زين. اذا مثلا الماده هذه الماده الاصليه مالتنا نفترض انه انا موجود جلوكوز تمام، عندي هنا جلوكوز واريد افوت الجلوكوز عند، يقول اني ما افوت الا اكو ماده تفوت وياي. اذا الماده اللي فاتت كانت بنفس الاتجاه، يعني اثنين الجلوكوز يدخل وهاي الماده اللي وياه دخلن يعني بنفس الاتجاه، نسميه سيم بورت. بهاي الحاله الاكتف ترانسبورت نسميه سيم بورت تمام، يعني الماده مالتنا الاصليه اللي عندت قالت انا ما افوت لجوا الا اكو ماده تفوت قدامي او تفوت وياي يلا افوت اني. فاذا الماده فاتت وياها بنفس الاتجاه نسميها سيم بورت. هاي الماده اللي تفوت شنو نسميها؟ نسميها كو ترانسبورت تمام، نسميها كو ترانسبورت هاي الماده الاصليه مالتنا زين. لا والله الجلوكوز قال انا افوت بس لازم اكو ماده تطلع، نفس هاي الماده نفس الاسم اسمها كو ترانسبورت. اذا طلعت معناتها باتجاه معاكس، فاذا كانت الماده الكو ترانسبورت طلعت يعني باتجاه معاكس الماده اللي ادخلها الاصليه مالتنا هنا نسميه انتي بورت، يعني مضاد يعني عكس شيء عكسي اوكي زين. شنو بعد عندنا؟ والله هاي قلنا لكم يعني اكو فد مواد يعني مولكيولز جزيئات ما تطب للخليه الا فد شيء يطب وياها او شيء يطلع من الخليه، اذا طب وياها معناتها بنفس الاتجاه نسمي هاي الحاله شنو؟ نسميها سيم بورت زين زين. واذا لا والله قالت انا ما اطب الا ماده تطلع من الخليه، هاي الحاله نسميها شنو؟ انتي بورت زين. هاي الماده اللي تطلع او تطب ويا مادتنا الاصليه تطب ويا المولكيولز او تعاكسها تطلع نسميها كو ترانسبورت سيستم او كو ترانسبورت زين. هاي الماده مو نفس خاصيه المولكيولز، احنا المولكيولز بالاكتف ترانسبورت قلنا من اللاو تنتقل من اللاو تو هاي من مناطق التركيز الواطي الى مناطق التركيز، بينما هاي الماده اللي لازم تفوت قدامها يعني سواء تدخل او سواء تطلع تكون دائما من مناطق التركيز العالي الى مناطق التركيز الواطي زين. يعني هسه مثلا عندنا هنا بهذا النوع مال السيم بورت عندي هذا كلوكوز، الكلوكوز قال اني افوت بس بشرط اكو ماده تفوت وياي، هاي الماده نعرف شنو اسمها، اسمها كو ترانسبورتر. الجلوكوز نعرفه احنا من دخل من منطقه التركيز الواطي
الى مناطق التركيز العالي، يعني من الاكسترا سيلولر للانترا سيلولر. الانترا سيلولر دائما يكون تركيزه عالي هنا بالانتي عفوا بالاكتيف ترانسبورت. زين، اما الماده الكو ترانسبورت شرط لازم تكون، يعني لازم يكون هنا تركيزها عالي وهنا تركيزها واطي، يعني لا دائما انتقالها يكون من التركيز العالي الى التركيز الواطي. زين، بينما انا لا، قال الكالسيوم او عفوا الجلوكوز قال اني ما افوت الا لازم ماده تطلع من الخليه، ما افوت من خارج الخليه من الاكسترا سيلولر للانترا سيلولر الا اكو ماده تطلع من الانترا سيلولر. هاي الماده نفسها اسمها متفقين عليه اسمها كو ترانسبورت. زين، وهاي الماده انتقالها راح يكون مو مثل الجلوكوز اللي ينتقل من مناطق التركيز الواطي للعالي، يكون دائما من مناطق التركيز العالي الى مناطق التركيز الواطي هاي الماده. زين، واذا كان اتجاهها معاكس نسميه انتي بورت. هاي تجيكم ام سكيوات، يعني يجيكم اذا مثل اتجاهين يعني سيم دايركت باتجاهين مشابهات تمام تقول سيم بورت، اما اذا اتجاهات مختلفات عندنا ديفرنس دايركت تقول انتي بورت. واليونيبورت عرفنا. زين، معطيني مثال مثلا يقول لك الصوديوم ديبيند جلوكوز ترانسبورت، يعني الصوديوم عندنا ما يدخل للخليه الا شنو الا الا اكو جلوكوز وياه، يعني كو ترانسبورت اللي هو شنو اللي هو الجلوكوز. زين، حفظوا هذا المثال. زين، عندنا مثلا الانتي ترانسبورت اللي يكون باتجاه المتعاكسات كارير تو سوليوت اور ايرون اوبوسايد دايركشن، يعني اتجاه المتعاكسات مثل الصوديوم بامب اور الكلو كلورايد باي كاربونيت اكسشينج ان ار بي سي. يا شباب اتمنى فهمتوها زين، يعني ما اعتقد بها شيء صعب، بس المصطلحات تعرفوهم. هذا يكون اتجاه واحد سيم باتجاهين. زين، وهذا باتجاه المتعاكسات وهذا يفوت وهذا يطلع. زين، نرجع النوب للانواع الباقيه. اول نوع عندنا سمبل ديفيوجن. سمبل ديفيوجن قلنا ما يحتاج طاقه تمام، داز نوت انرجي، وبعد يكون من مناطق التركيز العالي الى مناطق التركيز الواطي. هذا الديفيوجن وين يصير؟ يصير بالمواد اللي تكون سوليوتز. زين، ويصير بالغازات ايضا، ويكون جدا بطيء فيري لا بروسيس. زين، اما الفاسيليتيت ديفيوجن يكون شنو؟ يكون اوبريت باي دايركشن، يعني يكون باتجاهين، يعني دائما دخول وخروج يصير. زين، does not require energy، ما يحتاج اي انرجي، ويكون more rapid than simple diffusion، يكون اسرع من simple diffusion. هاي الشغلات حفظوها عليه. قلنا فاسيليتيد ديفيوجن يحتاج بروتين، اوكي، يحتاج فد ماده ناقله، فهو اكو موجود به هرمون ريجوليت، هرمونات تنظم لي او تحمل لي شنو؟ تحمل لي المولكيول. زين، مثل الجلوكوز ترانسبورت اكروس ممبرين باي فاسيليتيد ديفيوجن انفولد فاميلي اوف جلوكوز. الجلوكوز اذا اراد يدخل يعني الخليه ويطلع من الخليه عن طريق الفاسيليتيد ديفيوجن، عن طريق هذا الانتشار، فهو يحتاج الى ناقل. الناقل يكون مثل اسمه جلوكوز ترانسبورترز. زين، هو عباره عن بروتين ناقل. طبعا عندنا الاكوا بورنز. الاكوا بورنز معناته انه هذا شلون انقل الووتر، الووتر شلون افوت الخليه. قلنا احنا مساعه من انقل الووتر شحتاج يحتاج فد بروتين ناقل او ماده ناقله، لانه الووتر من يدخل او يطلع من الخليه عنده غشاء الخليه موجود به ليبيد، والماء ما يتوالم ويا الدهون تمام، لذلك لازم اكو فد شيء نقله على مود يمرره منه او يطلعه من خلال هاي الدهون. زين، فعمليه نقل يعني طبعا تصير عن طريق الفاصل ستيت ديفيوجن. اوكي، زين، مرات يعني اذا مثلا اني عندي مثل البروتين اللي ينقل لي الووتر اللي يفوت الخليه ويطلع من الخليه مثلا ما موجود عندي، صار بي ديفيشنسي وصار عندي نقص، راح يسبب لي امراض. من ضمن هذه الامراض اللي هي نيفروجينيك ديابيتيز انسبيداس تمام، نيفروجينيك ديابيتيز انسبيداس، يعني هو هذا مرض يعني شبيه مرض السكر، دائما الشخص يصير عنده تضرر كل شويه، بس مو مرض سكري بحت، يعني شبيه مرض السكري. زين، عندنا شانل، عندنا بعض القنوات اللي هي ايون شانل، قنوات يعني للايونات. هاي القنوات دائما الشانل ما تحتاج يعني ما تحتاج شو اسمه، ما تحتاج انرجي. اوكي، يعني هي قنوات مسدوده، يجيها ستيميوليشن مثلا، يجي لها انا اريد ادخل كالسيوم راح تنفتح، ما يحتاج لا طاقه ولا شيء،
تشتغل على التحفيزات. اول شيء تكون شنو كوايت ترانسبورت سريعه، قنوات الايونات مثال عليها عندنا قناه الكالسيوم، قناه البوتاسيوم، قناه الصوديوم، قناه الكلورايد. زين هي دائما تكون مسدوده. شو وقت تنفتح ما يصير عندي ستيميليشن تستجيب للتحفيز، فبسرعه شنو يصير بيها رابيد فلكس، تنفتح وتدخل ماده، تدخل الايون مالتنا بسرعه. زين وهاي الايونات اللي تفوت عندي تكون جدا مهمه للنيرف امبلس. الكالسيوم يفيدني بالنبضات العصبيه، هو البوتاسيوم زين بعد وين يفيدني ذي الايونات اللي يدخل، يعني يفيدني بالسينابتيك ترانزميشن سكريشن سبستانس اكتف سبستانس، يعني انا افرز مواد نشطه داخل من الخليه. زين هاي كل الاشياء يعني كل هاي الفوائد تعود الما تعود الفضل الايون شانل. زين عندنا بعد بها اهميه مثلا دي ار ترانس ممبرين بروتين، زين يعني تنقل لي بروتينات الاشياء اللي موجوده عندنا. زين عندنا سلكتيف فور وان بارتيكل ايون، يعني كل قناه تكون خاصه بايون. زين ريجوليشن اكتيفيتي دن باي فولتج جيتد ليجند جيتد اور ميكانيكال جيتد ميكانيزم. زين فولتج جيتد هي نفس الشيء يعني الشانل اللي نقصد بها. زين بعد ديفرنت شانل فاريبل، عندنا قنوات متعدده، عندنا واحده للصوديوم، واحده للبوتاسيوم، واحده للكالسيوم، واحده للكلورايد. ترانسبورت ثرو ذا شانل از فيري كويك، يعني حكينا عليها قلنا كلش سريعه شانل ايون. الاكتيف ترانسبورت اللي حكينا عليه هاي كل شيء سهل عنا، يعني لا تستصعبون الموضوع، هذا المصطلحات عرفوهن. زين هاي لحد هنا تكون خلصت محاضرتنا، بالتوفيق يا رب. اي سؤال اي استفسار عندكم تقدرون تواصلون وياي زميلكم المختار العباس طلبة مرحلة ثانية، معرفة على التليجرام atv/5.